رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا رك سعيد، لسه مستمرين مع بعض. وصلنا لفقرة هامة جدا، اعتقد ان احنا كلنا محتاجين نشحن ومحتاجين نسافر وننبسط في العيد. طيب ازاي ممكن نخطط بقى للاجازة عشان ما تبصش مننا كده؟ وعادة يعني الاجازات لازم بيحصل فيها حاجة، لان احنا مش مخططين ممكن تبوظ علينا سفرية، وبجد حرام، لان الواحد طول السنة تحت ضغوطات كتير جدا جدا، وطول السنة يا اما بيذاكر للولاد يا اما بيودي في مشاوير وبيجيب المدارس يعني الحياة. لكن الاهم من كده ان احنا لما بنتجمع مع بعض، بالرغم ان احنا محتاجين نتجمع فعليا مع بعض، بس دايما بتحصل مشاكل. طب خلينا كده نعرف من ضيفنا الموجود معانا النهارده في الاستوديو ازاي ممكن نتكيف مع الاجازات ونخليها ونتعامل معاها ونخليها تبقى صح 100%. هيكون معانا النهارده الدكتور رامز رؤوف، هو المدرب والكاتب المتخصص في تنميه البهارات الذاتيه. صباح الخير يا فندم. صباح النور. كل سنه وانت طيب يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيبين، كل سنه وكل مصر بخير. ولا باب النجار مخلع؟ لا لا، اكيد هسافر ان شاء الله. هتسافر؟ برتب دلوقتي. خلاص اوكي. دكتور رامز، تاثير الاجازه على الفرد او على الانسان او على نفسيته، واهميه الاجازه في حياه الانسان، كلمني عنها. اهميه كبيره جدا جدا جدا، اكتر مما نتصور. احنا بالظبط عاملين زي المكن، يعني احنا ساعات كتير كده الناس بتهتم بعربياتها اكتر ما بتهتم بنفسها. فعلا. يعني العربيه مثلا فعلا، لو في الشمس دي لازم نركنها في مكان ظل، لازم نريحها شويه، مش عارف نغير زيت، نعمل حاجات كده. انما البني ادم 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بنشتغل، او مش لازم يكون بنشتغل كشغل، يعني ممكن يكون بندرس، ممكن يكون اهم حاجه ما فيش وقت للراحه. صح. ده صح. المفهوم السائد عامه، مش بس يعني انا ممكن اريح وانا مش اجازه، بس ما دام جت فرصه ان انا هاخد اجازه، يعني ما اقولكيش اهميتها قد ايه، على مش بس على النفسيه، على الطاقه بتاعتي، على كواليتي بتاع شغلي، بتاع دراستي، بتاع اي حاجه انا هعملها بعد الاجازه. طب احنا دلوقتي طول السنه تقريبا ما بنتقابلش، الاسره بنفسها ما بتتجمعش يعني، فلما بنتجمع كده مع بعض اوكي، ليه بتحصل مشاكل؟ يعني ليه دايما الاقي اكلم مثلا حد من اصحابي هو مسافر في اي مصيف او حاجه، اصلي النهارده حصلت مشاكل مش عارفه ايه؟ ليه لما بنتجمع بتحصل مشاكل؟ اول سبب ان احنا اصلا مش بنتجمع، يعني مش متعودين ان احنا نقعد مع بعض، مش متعودين ان يكون وليكن مثلا لو انا هتكلم على الاب والام والاولاد. أوكي. انا مش متعود ان بابا وماما قاعدين في البيت معايا، فانا ممكن اكون بعمل حاجات بابا مش متعود ان انا بعملها، او الزوجه بتعمل حاجات مش متعود ان بعملها بيتضايق، او ايه ده ازاي يعمل كده، حتى لو كانت حاجه عاديه، بس انا مش متعود او مش فاكر ان هو ممكن يوصل للدرجه دي. ابسط حاجه فيها هي الموبايل، يعني ابسط حاجه ممكن يكون الولد بيستخدم الموبايل كتير، بابا مش متخيل ان هو بالكم اللي ممكن يكون بيستخدمه ده، فدي يعني ممكن يكون سبب بسيط قوي. صحيح. بس يعمل مشكله. فاغلبيه الاوقات احنا المفروض يعني نتعود ان في على الاقل يوم في الاسبوع احنا بنتجمع فيه مع بعض، اذا ما كانش كل يوم في ساعه ولا حاجه بنتجمع فيها مع بعض. احنا تقريبا العيد هي الفرصه الوحيده، ومش الوحيده، الجميله اللي احنا ممكن فيها نتجمع مع بعض ونسافر ونقضي وقت لطيف وظريف من غير ما نكون مستاذنين من الشغل، اجازه رسميه كله تمام. طب ازاي ممكن نرتب واحنا بنبقى عارفين انه في عيد قبلها بفتره طويله، ازاي ممكن نرتب ونعمل جدول كده لطيف نخرج منه بنتيجه حلوه لما نيجي نسافر؟ المهم ان احنا نرضي كل الاطراف، ده رقم واحد. رقم اتنين، نشبع كل الاحتياجات اللي عندنا، يعني كل انسان عنده مجموعه من الاحتياجات. نعم. اكتر وقت هو زي ما حضرتك بتقولي دلوقتي، ان في وقت او في مده طويله اقدر اعمل فيها كل اللي انا عاوزه، من ان انا اقعد مع البيت فانا نتجمع مع بعض، يمكن ناكل مع بعض، يمكن نخرج مع بعض، يمكن نسافر مع بعض، دي فرصه بالنسبه للبيت. نفس القصه اصحابي، مش انا بس كزوج او انا بس كزوجه، كمان الاولاد مهم قوي ان هو في الوقت دوت، زي ما انا بهتم ان انا اقابل صحابي في الاجازه، هم نفس الفكره، نفس القصه، مش بس انا هقضيها في وقت راحه وبس، لا، احنا نأدي اي حاجه دينيه مع بعض، يمكن نزور مكان ديني، يمكن نصلي مع بعض، يمكن لو ما سافرش، نخرج لو ما حصلش، حتى لو سافرت انا في وقت ممكن نقعد فيه مع بعض واحنا مسافرين، هو مش شرط ان انا هكون بره القاهره ان انا ما اقعدش مع الاسره بتاعتي نصلي. لا حاجة. طبعا ممكن جدا، يا سلام، يعني اقل حاجه. فانا بعمل كل الجوانب. نفس القصه لو انا مش هقدر اقعد مع كل اصحابي، بس يكون في وقت في يومي وانا مسافر، انا ممكن اسال عليهم بالتليفون، اسهل حاجه خالص، يعني مش هتاخد لا مني لا وقت ولا مجهود ولا دلوقتي حتى فلوس، يعني
نشكر الله الناس يعني بقى الدنيا خلقها بقت ضيق قوي يا دكتور، يعني مش دي الكبار بس حقيقة. كمان الصغيرين بقى خلقهم ضيق، فازاي ممكن لو حصلت مشاحنات في الاجازه ده ممكن يرسب او يسيب اثار غير سعيده بالنسبه لفكره الاجازات دي، ان احنا هنتجمع احنا هنعمل مع يبقى بعض، ربنا يستر يعني على طول. ده لا ممكن يحصل فعلا؟ ده لا للاسف بيحصل. احنا خلينا الاول نقول ان احنا بنرتب من للاجازه، نرتب. يا ريت يا ريت. واحنا بنرتب نتفق ان اي حد فينا عنده اي حاجه في دماغه يركنها على باب البيت اول ما بيخرج منه، او لو هو هيقعد في البيت يركنها برضه على باب البيت اول ما بيدخل منه اي حاجه بقى، ونتفق كلنا ان اي حاجه هتحصل في الوقت ده هنعديها عشان احنا كلنا عايزين نرتاح ونتبسط. صحيح. ده الف ب كده ان احنا ايه نتفق مع بعض ان اولا محدش فينا هيفكر في اي حاجه سلبية. غير نحن، محدش فينا هيفكر في اي حاجه سلبيه، اي حاجه هتعدي اكيد كلنا مش قاصدين، وفي نفس الوقت احنا جايين او احنا متجمعين عشان نتبسط، اذا كان بقى في البيت اذا كان بره البيت، بس في الاخر احنا متجمعين عشان نتبسط. دي حاجه. الحاجه التانيه قد ايه بقى المشاحنات دي نقول بتتجمع فوق بعض، وخصوصا عند الاولاد او الاطفال، يعني يمكن هم ما بيستنوا الوقت اللي نجمع فيه مع بعض نشوف بابا وماما. تخيل لما اقضيهم الوقت ده واربطه لهم، احنا عقلنا بيربط المواقف والشعور في نفس الوقت. دي حاجه ربنا خلقنا بيها، ان انا بربط عقلي بيربط كل حدث بالشعور المصاحب ليه. صحيح. فيتربط بقى قعده بابا وماما بخناقه او بنرفزه او بزعيق، انا هكون حابب الاجازه الجايه اكون معاهم؟ مش ممكن. اكيد لا اكيد لا. لا واول حاجه لما اكبر اول ما ابقى فاهم اقرب اجازه انا مش هقضيها معاهم، انا هقضيها مع الناس اللي بتسعدني اللي بتبسطني اللي ما بتخلينيش احس بالرابط اللي هم عملوه لي. ايوه. فطبعا لا لازم فعلا على الاقل لما يكون في اولاد لازم نهتم جدا ان احنا نتصرف قدامهم بشكل كويس ونتغاضى، يعني نعديها زي ما بيقولوا. بالظبط. عندنا كده ايه استراتيجيه من ضمن الاستراتيجيات التواصل، بنقول ان وراء كل سلوك نيه ايجابيه. اي حاجه بتحصل احنا بنعملها اي سلوك بيكون وراه نيه ايجابيه، دور بقى على ايه الحاجه نية الايجابيه، ايجابيه النيه الايجابيه ورا اللي بيعمله. هو اكيد بيزعلي دلوقتي عشان مش عشان ان هو بيتنرفز عليا ويوريني ان هو كبير، لا هو عشان مصلحتي. عديها بالطريقه دي. لا بس عارف احيانا كده في السفر الاولاد عايزين يصحوا متاخر وبابا وماما عايزين يصحوا بدري، فبتحصل بقى مشكله، فازاي ممكن كده نرتبها بحيث ان كل واحد ينبسط؟ الاولاد عايزين يسافروا وينبسطوا ويرتاحوا ويناموا وينزلوا ويخرجوا ويسهروا، والاب الاباء بيبقوا عايزين يصحوا بدري قوي يروحوا على البحر في عز الشمس في الساعه 12 الظهر، فيعني ازاي ممكن نظبط عشان هم برضو ما يزعلوش والاولاد ما يزعلوش، تبقى اجازه ظريفه كده. مفيش مشكله خالص ان انا قبل ما اسافر اقعد مع الاسره كلها ونتفق، يا جماعه بصوا دلوقتي انتوا تحبوا تعملوا ايه، يبقى في ما بيننا كده زي ود نقرب. بالظبط. يمكن طب نتفق ممكن يوم نصحى بدري ويوم نصحى طب متاخر، انت شايف طب يوم نخرج ويوم بتحصل لا. قبل السفر ولا وقت طبعا ولا واحنا جوه السفر؟ قبل السفر. قبل السفر احسن بكتير عشان نروح واحنا هناك عارفين من اول يوم انا هروح اعمل كذا وبعد كده هعمل كذا. الصبح اول يوم انا هروح على البحر، لا الصبح تاني يوم انا هنام براحتي، طيب اول يوم احنا هنخرج نروح في الحته الفلانيه، او هنخرج اليوم التاني لا انا هبقى مع اصحاب كده، تبقى الدنيا مترتبه. ما كنتش انا مرتب في دماغي مثلا انا كاب اني لا بص احنا اول يوم ده هنقضيه كله على البحر، طب الولاد عاوزين يرتاحوا، هم اساسا جايين من مجهود كبير، هو نفس القصه جاي من مجهود، بس هو بالنسبه له الراحه والاستجمام على البحر، بالنسبه للولاد الراحه هي نوم. صح. فالكونفليكت دوت هو اللي بيحصل مني ان احنا مش متفقين اصلا، مش مرتبين اساسا الموضوع يمشي ازاي. لو فعلا الاصح ان احنا نتفق قبل ما نسافر مش واحنا طبعا مسافرين اوريدي، يعني عشان يبقى كل واحد حتى يلتزم بكلمته ويبقى بيعمل الحاجه وهو مبسوط. اكيد. ماشي. في كمان الاجازات اللي هي بتبقى بره مصر وفي اجازات بتبقى جوه مصر، في ناس بقى بتقضيها في البيت. حتى لو نعمل ايه في علشان البيت. نرتب لاجازه كويسه تكون مريحه لاعصابنا، انت عارف طول الوقت المشاحنات كتير قوي، فعشان نشحن لازم ننبسط ونقضي وقت كويس نضحك فيه وننبسط ويبقى عندنا راحه نفسيه، ازاي ممكن نقضي وقت كويس واحنا برضو جوه البيت وجوه المكان اللي احنا داخلين خارجين عليه بنشتغل وبنروح مدارس وحاجات زي كده؟ اول حاجه ان احنا نغير النظام اللي بنعمله كل يوم، يعني لو احنا متعودين ان احنا بنفطر الساعه كذا وبعدين اللي بيحصل ان بابا كان بينزل دلوقتي بابا قاعد، الولاد كانوا بينزلوا دلوقتي الولاد قاعدين، نغير نعمل اي حاجه غير روتينيه. لو احنا مثلا حاطين التلفزيون في مكان نغيره او نخليه في نفس المكان بس نغير القعده. الطاقه بتتغير بالرصه بتاعت الاماكن. يعني احنا مشكلتنا في مصر ان احنا ما بنقراش كتير عن الحاجات النفسيه والحاجات اللي بتاثر فينا من
مش هقول من مشاحناته بس، أيوة. كمان الحاجات الايجابيه البسيطه اللي ممكن تؤدي الراحه النفسيه لاستجمام، يعني ابسط الامور، ابسط الامور في مكان في جزر من جزيره من جزر هواوي، لقوا فيها ايه؟ لقوا اكتشفوا كده ان في مجموعه من البشر هناك حالتهم الصحيه عاليه جدا، جيده جدا للغايه، لدرجه ان اعمارهم درجه ان اعمارهم ممكن تعدي 90. الله، ايه السر بقى؟ قعدوا يدوروا وراهم، مالوش ان هم غير بيعملوا حاجه بسيطه خالص. هما البلد دي كانت على مكان ساحلي، كل اللي بيعملوه ان كل البلد اول ما بتصحى من النوم بتنزل على الساحل ده تتنفس بطريقه معينه، بس دي الحاجه الوحيده اللي ما بيعملوهاش بقيه اللي حواليهم. حتى التنفس بطريقة معينة. بس حتى التنفس ان احنا بنتنفسه ده ليه دور في راحتنا، في الاسترخاء بتاعنا، في الهدوء. حاجات كتير احنا ما بنحطهاش في البيت وهي بتغير الطاقه، زي الزرع، بس طبعا الزرع اللي يكون طبيعي وفي نفس الوقت اكون مهتم بيه. واضح ان حضرتك مهتم قوي بفكره الطاقه والطاقات الايجابيه والسلبيه. طبعا طبعا احنا حياتنا كلها بنقضيها عباره عن طاقات بتتخلط ببعضها فتديني لسلوك. يعني هقول لحضرتك على حاجه، انت ممكن تصحي من النوم الصبح تكوني مثلا حلمت بحلم ضايقك، صح؟ عشان انت متضايقه طول الليل بالنسبه للحلم ده، اول حاجه هتيجي معاكي وانت صاحيه من النوم هي الطاقة بتاعتها اللي هي طاقة الحزن أو طاقة المضايقة. لو كملتي بيها طول اليوم اليوم كله هيكون مقفول، أجازة بقى، شغل، أيا كان، اليوم كله هيكون مقفول. نفس القصة لو العكس، لو كانت بقى لا ده أنا شفت حلم كويس، أو حد صبح عليا الصبح، ماما قالت لي كلمة، أنا قلت لحد كلمة، ساعدت حد فكنت مبسوط، أي موقف بيحصل لي في أول اليوم كده طاقته بتفضل معايا لبقيه اليوم لو ما عرفتش اغيرها. في اسرار للثبات على الطاقه الايجابيه، ولا دي بتبقى راجعه لاتيتيود البني ادم عموما وسلوكه في الحياه؟ هي طبعا هي اتيتيود، بس ما فيش مانع ان هو ابدا اغيرها او ابدا اتعود على حاجات جديده. يعني لو انا كل الحاجات اللي انا بتقابلني في اليوم بشوفها بزاويه من وجهه نظري، اول حاجه اغير الزاويه، زي ما كنت بقول لك من الاول، افكر بطريقه تانية. يا ترى ايه الخير اللي جاي ورا المشكله دي؟ حد كسر عليا بالعربيه، مش معنى كده ان دي خلاص نهايه الكون. ايه اللي هيحصل؟ هتاخر شويه، طب ايه الخير في اللي انا اتاخر شويه؟ لو انا ابتديت افكر بالكونسبت بتاع ايه الخير ورا المشاكل، الدنيا هتتغير تماما. انا بتهيالي ان كل الامهات محتاجين اكبر طاقه عاليه في الدنيا، بالظبط، انه حتى في الاجازه. أنا مش بقول إن الأب ما بيعملش مجهود هو كمان وما بي مش مسؤول، لا بالعكس، الأبهات بيعملوا مجهود كبير، بس الأم بتعمل بقى كل حاجة، يعني بتشتغل، بتطبخ، وبتنظف، وبتربي، حتى في السفر هي اللي بتقوم برضه بنفس المجهود اللي بتعمله في البيت، حتى لو هما يعني حتى لو قاعدين في أوتيل، هي اللي بترجع تحمل، لو في بيبيز هي اللي بتحميهم، هي اللي بتعمل مش عارفة إيه. فإزاي ممكن الست عموما تشحن عشان تحس ان هي مش رايحه كمان تشتغل، هي كمان رايحه تنبسط؟ طيب خليني الاول، قبليها انا كنت عاوز اوجه رساله كده للاب والاولاد. يلا. ان في الاجازه ادوا الام اجازه. يعني حتى لو ليوم واحد خلوها هي قاعده ست بيت. لا ما بتعملش حاجه. عايزين نعيد بقى الكلام ده عشان الرجاله كلهم يصحصحوا كده معانا. انا كده اللي هتضرب. كل في الاجازه ادوا الام اجازه. حلوه. يا ريت والله. دي اول واحده. جربوا كده شوفوا طاقتها بعد كده في خدمتكم هتكون عامله ازاي. مش هقول في حاجه تانية، الطاقه هتبقى اعلى، هتبقى اعلى بكتير. دي رقم واحد. رقم اتنين بقى بالنسبه للست اللي ما بتاخدش الفرصه دي. الفكره ان دور الام اصلا او دور الست هو دور، يعني يمكن احنا بنقول ان الست نص المجتمع، لا هو في الحقيقه هي اكبر من نص المجتمع، لان هو قايم عليها كل الباقي، كل بقيه المجتمع. يعني دورها كهي نص المجتمع في الشغل ده حاجه، في المجتمع نفسه، في تغييراته، في نمو المجتمع ده حاجه، ودورها بقى في تربيه النص الثاني اللي هو، ما هو كل واحد فينا كراجل مين اللي رباه؟ الام. هيكون الام اكيد. فحتى نمو النص الثاني قايم برضه عليها. فبيجي الانبساط ساعتها ان هي ما بتبصش ان هي بتخدمهم او هي تعبت، لا ده انا اصلا ربنا خلقني عشان دي، فببص لها من الناحيه الثانيه. بس مش معنى كده ان انا برضو هرجع اقول تاني ان هي ملهاش حق انها ترتاح، ان هي ملهاش حق انها تاخد اجازه، ان هي المفروض اللي هي تعمل كل حاجه. لا بالعكس، ده لو كان انا هاخد اجازه من شغلي، هي برضو المفروض من حقها تاخد اجازه من اللي بتعمله كل يوم. حتى ولو انا هقلله، يعني لو هي مثلا زي ما كنت بتقولي ان هي عليها كل الوجبات، انا هشيل ولا وجبه منهم. انا حتى لو هتطلع بايظه مش مشكله، بس هساعد
بس اساعد. المهم ان انا اساعد. بالظبط. هل الست عموما محتاجه تاخد اجازه لوحدها او تفصل كده من غير الاب ومن غير الولاد ومن غير الاسره يعني كده لوحدها، ولا ده مش ما بيديهاش برضو السعاده المطلوبه؟ كسيكولوجيه الست، لا، الست ما بتعرفش تخش جوه الكهف، زي ما بنقول الراجل لما بيتخنق يدخل جوه الكهف يقفل على نفسه ويفرغ وبعدين يطلع تاني. الست العكس، لما بتتخنق بتحب تطلع تفرغ مع الناس. فانها تاخد راحه لوحديها قليل قوي من الستات اللي بيحبوا الكلام ده. بالعكس، ده هي راحتها ان هي تقعد في وسط مجموعه، بس ما تعملش اللي بتعمله كل يوم. يعني احنا لازم في الاجازه بقى، التوتال اللي انا فهمته، احنا لازم في الاجازه نغير كل سلوك، نغير التراك بتاع اليوم، ما نمشيش بنفس الاسلوب اللي بنمشي فيه في الايام العاديه. بالظبط، لازم احس ان في تغيير من غير بقى ما نحدد بقى دي اسره عامله ازاي ودي اسره متكونه من ايه. المهم ان احنا نغير في الاتيتيود بتاعنا او في السلوك بتاعنا اللي بنعمله كل يوم. بالظبط. طب تمام، لو عايزين نشحن بقى طاقات يا دكتور، الطاقات دي ممكن ناخدها من ايه؟ بص، في مصادر طبيعيه للطاقه بصفه عامه، زي الزرع، زي الشمس، زي النار. النار زي يعني مثلا شمع، الخضره، الحاجات الطبيعيه دي بتشحن طاقه. او لو احنا في اجازه ننزل مثلا نقعد في جناين، نقعد في اماكن هادي وفي شموع، كل ده كويس للبوزيتيف انرجي للانسان. بس كل الحاجات اللي بتقولها دي حاجات طبيعيه هايله. فكره ان كل بني ادم فينا عنده طريقه في شحن الطاقه. لا افهمها بقى، يعني أفهم. يعني في حد يهمه قوي ان هو يقعد في زرع بس، او الراحه بالنسبه له والاستجمام والشحن ان هو يقعد في مكان فيه زرع. قصدك كل واحد وميوله يعني. وميوله بالظبط. وحاجه تانية كمان، الاستراتيجيه بتاعتي، ممكن واحد يكون بيشحن طاقه من اصحابه. صح طبعا. ممكن حتى لو هم قاعدين في البيت بس اصحابه متجمعين معاه، دي بالنسبه له هايله. ممكن حد تاني بالنسبه للاسره، لما يلاقي الاسره بتاعته متجمعه واحنا كلنا قاعدين مع بعض، بس قاعدين مع بعض واحنا مع بعض، مش قاعدين مع بعض واحنا اجسامنا اللي مع بعض. صحيح صحيح، تفرق كتير معاه. ممكن حد تاني لا، زي ما كنتي بتقولي ان في ممكن حد يحب يقعد لوحده، يتشد كده من بين الناس. واعتقد انه معظم الرجاله كده، اعتقد ان دي سيكولوجية بتاعت الراجل. هي بيحب ان هو عشان يرتاح يحب يفصل، يبعد عن كل حاجه. دي شويه عند الرجال اكتر من الستات. بس خلينا نتفق ان في نوعين من البشر، وان كل نوع فيهم بياخد طاقته من حاجه. في واحد ياخد طاقته من الناس، في واحد ياخد طاقته من نفسه، في واحد ياخد طاقه من الداخل للخارج، في واحد ياخد طاقه من الخارج للداخل. يعني لو احنا مثلا في رحله، تلاقي واحد لو قعد لوحده دقيقتين متضايق قوي، مع ان هو المكان جميل بس هو يحب يعمل ايه مع الجروب، هاي بيحب الناس يعني. وفي واحد حتى لو كان في رحله والناس اللي معاه كلهم بيحبوه، تلاقيه في 5 دقايق كده راح عامل ايه، واخد نفسه لوحده وقعد يشحن. ده بيشحن طاقته من نفسه. في اماكن في مصر جميله جدا جدا وبتدي طاقات عظيمه وهايله بصراحه، واحنا ما عندناش ثقافه ان احنا ازاي نعرف ننبسط جوه بلدنا. السياحه الداخليه جوه مصر يعني دي سياحه مظلومه جدا جدا جدا. ده حقيقي. فانت شايف ان الاسره ممكن في الاجازه ترتب حاجه تعملها داخل القاهره، يعني جوه مصر مش بره، حتى في المصايف والحاجات اللي زي دي؟ اهم حاجه اروح مكان ما رحتش قبل كده، جوه مصر، جوه القاهره. يا رب ما رحتهاش، حاجه ما رحتهاش قبل كده. لازم اغير. بتعمل ايه في الناس اللي بتكرر الاجازه في نفس المكان كل سنه؟ كاني بكرر بالظبط نفس الشعور اللي احب اشعره كل سنه، بس بنفس المقدار. برضو زي ما قلت لحضرتك، احنا بنربط الايام الاماكن بالشعور. ايوه. طيب الشعور دوت بتربط في المكان ده يعني بليمت معين. عشان اعلي الليمت دوت محتاج اغير حاجه جديده عشان يربط لي شعور احلى، عشان يربط لي حاله نفسيه اكبر، زي كانه كده ترمومتر وانا عمال اعلي الدرجه بتاعته. كل ما بروح نفس المكان هو نفس اللي انا اعمله، لان انا فاكر انا متعود على المطعم الفلاني اللي بروحه. انا متعود على الشاطئ الفلاني اللي هروحه، انا متعود على الجنينه الفلانيه، على السينما الفلانيه، على حتى ساعات نختار نفس الشاليه. طب ايه الجديد؟ عارف يا دكتور، فكره التغيير كده عندنا احنا ما عندناش الثقافه دي قوي. احنا بنخاف من التغيير، نبتكر ونغير ونعمل اجازات ما حصلتش وغير اللي قبلها والحاجات دي، برضو يعني ما عندناش الحنكه دي في ان احنا نقدر نعمل اجازات مختلفه متغيره. الفكره يعني مش شرط خالص ان انا اعمل اجازه مترقعه، يعني المهم ان هي يكون فيها تغيير في حياتي.
يعني احنا بس للاسف ساعات بنخاف من التغيير. يعني مثلا نقول لا بصوا المكان ده انا روحته قبل كده ومتعود على الناس اللي فيه وعارف اخره فين واوله فين، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. دي طبيعه الانسان عموما، ولا احنا طبعا في الوطن العربي احنا لما بنحبش ابدا نغير وبنحب نمشي على الحاجه اللي هو مش عارفه المثل بيقول ايه، بس يعني بنحب نعمل نفس الحاجه اللي عملناها وانبسطنا فيها قبل كده. احنا عندنا خصوصا كوطن عربي اللي تعرفه احسن من ما تعرفوش. أيوة. بنحب نقعد في منطقه الراحه. أيوة. حتى في وقت الاجازه، في وقت الخروج بنحب نقعد في منطقه الراحه. خلينا نتفق ان اي حاجه بنعملها جديده لازم يكون في خوف منها، ده حاجه طبيعيه ربنا خلقه جوانا. بس الفكره بقى لو الخوف ده سيطر مش هخرج من البيت اصلا. يعني مين قال اصلا؟ يعني المكان ممكن يكون هو بس الناس هتكون مختلفه. خليني دي اول واحده، يعني يا اما اغير الناس لو انا مش عارف اروح في مكان جديد انا ما عنديش الامكانيه دي، اغير الناس اللي بروح معاهم. لو انا بروح مع اصحابي المره دي ممكن اروح مره جايه مع اسرتي، ممكن لو انا بروح مع اصحابي الفلانيين ممكن اروح مع اصحاب تانية. فيعني اول حاجه اغير الناس لو انا ما قدرتش اغير المكان. تاني حاجه لو عرفت اغير المكان ده هايل، جرب. مفيش التجربه هي اللي بتخليني اخد خبره، هو الخبره اللي انا قلت ان المكان ده حلو جت منين. وانا كلام جميل جدا، لانه في ازواج احيانا بيبقوا واحد منهم عايز يخرج وينطلق والتاني بيتوتي قوي عايز يقعد في البيت، وبالنسبه له الراحه النفسيه والجمال والكمال اللي يكون هو قاعد قدام التلفزيون في البيت وما يخرجش. طب ازاي ممكن الزوجه او الزوج اللي عندهم الحاله الاخر عنده الاسلوب او السلوك ده بتاع ان هو بيتوتي ومش عايز يجرب حاجات جديده ومش عايز يخرج ولا يزور حد، يتصرفوا معاه ازاي عشان يقضوا اجازه سعيده مختلف؟ طيب بص احنا انا هقول لك على استراتيجيه مش بس للزوج والزوجه. لو انا عاوز اقنع حد بقرار او بحاجه، في 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 طريقه ان انا اقولها له، وطبعا دي كلنا بنقع فيها وبنتصدم، وفي طريقه ان انا ابيعها له. دي مهمه. وفي طريقه ان احنا الاثنين نتفق، بس هو في الحقيقه انا برضو اللي هكون ببيعها له. يعني انا كاني بقول له ايه رايك لو نغير، هي نابعه من جواه، وفي نفس الوقت انا ببيع له الفكره. يعني بقول له المميزات بتاعتها بس من وجهه نظره. يعني لو مثلا هو بيحب المناظر فانا ابيعها له من ناحيه المناظر. هو بيهتم بايه بالظبط، واذكر بقى المحاسن اللي موجوده في المكان ده هي تخص الميول بتاعته. لو هو مثلا لو راجل بيحب الراحه والهدوء، يا سلام بقى لما اقول له ان المكان ده فيه حاجه قريبه للولاد هيقعدوا فيها طول اليوم يلعبوا وهم تحت عينينا مثلا، يتحبوا يعجبوا قوي. ليه؟ لان هو طول اليوم هيكون فاضي او مش فاضي، مرتاح مفيش دوشه. لو هو بيحب الكلام ده دكتور، عشان احنا افتقدنا التواصل وازاي ممكن نقنع بعض من غير ما تحصل مشاكل كبيره. لا احنا عايزين بقى نتقابل مره قريب ان شاء الله مره ثانيه أكيد عشان نتناقش مع بعض اكتر في ان احنا ازاي ممكن نقبل بعض وازاي كمان نبيع لبعض زي ما حضرتك بتقول كده بطريقه كويسه اللي انا عايزك تعمله. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده. كل سنه وانت طيب دكتور رامز، واشوفك قريبا ان شاء الله، وعايزين نحضر للفكره دي اكيد ان شاء الله. دكتور رامز رؤوف المدرب والكاتب والمتخصص في تنميه المهارات الذاتيه كان معانا واتكلمنا ازاي ممكن نخطط صح لاجازه، اجازه العيد، اي اجازه عموما. اتمنى تكونوا استمتعتوا، وكمان اتمنى تكونوا استفدتوا معانا في الفقره دي. هنروح لفاصل ونستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد، استنونا.